تنظيم القاعدة 1988-1990، حركة ومنظمة إسلامية أصولية متعددة الجنسيات، يعتقد قادتها في وجود تحالف مسيحي يهودي لتدمير الإسلام، وتتحرك من هذا المنطلق لإنهاء النفوذ والتواجد الأجنبي في البلدان الإسلامية وإنشاء خلافة إسلامية جديدة. ويؤكد خبراء ومختصون أن القاعدة عند بداية تأسيسها في أفغانستان استفادت ضمن عدد من المنظمات الجهادية بدعم من الولايات المتحدة التي مولت تلك الحركات عن طريق المخابرات الباكستانية من خلال برنامج لوكالة المخابرات المركزية سمي عملية الإعصار لضرب الوجود السوفيتي في أفغانستان. استندت القاعدة في حربها ضد الدول والمصالح الأجنبية إلى فتوى أصدرها بن لادن كانت بمثابة إعلان حرب ضد الولايات المتحدة وحلفائها. وتقول الفتوى التي أعلنها بن لادن وإلى جواره أيمن الظواهري في يونيو عام 1998 إن قتل الأمريكيين وحلفائهم مدنيين وعسكريين فرض عين على كل مسلم في كل بلد متى تيسر له ذلك، حتى يتحرر المسجد الأقصى من قبضتهم، وحتى تخرج جيوشهم من كل أرض الإسلام مسلولة الحد كثيرة الجناح عاجزة عن تهديد أي مسلم. ورغم عدم امتلاك ابن لادن والظواهري للمؤهلات العلمية الشرعية لإصدار الفتوى إلا أنهما ومن معهما رفضوا سلطة علماء الدين واعتبروا ما يرونه هم هو الحقيقة الوحيدة دون سند من علم أو دين أو منطق، وسار خلفهم طابور طويل من المغرر بهم.